تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنجلة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تقليد وتزوير الأوراق النقدية من العملة الوطنية من فئة 2000 دينار جزائري. بعد تفعيل العمل الاستعلاماتي أفضى إلى توقيف شخص من في العقد الثالث من العمر ينحدر من إحدى بلديات ولاية خنجلة وهو بصدد عقد صفقة لبيع أوراق نقدية مقلدة وطرحها للتداول. بالتنسيق مع نيابة محكمة الشار تم تفتيش مسكن المشتبه فيه أين تم حجز ما يلي 52 ورقة منسوخة عليها أوراق نقدية فئة 2000 دينار جزائري قديمة وجديدة بمقدور 10 ملايين و400 ألف سنتيم، جهاز إعلام آلي بجميع لواحقه، آلة طابعة حديثة مزودة بماسح ضوئي، 34 ورقة مهيئة على شكل أوراق نقدية منسوخة من جهة واحدة، 5 حزم أوراق بيضاء، كمية من شريط الهولوغروم فضي اللون يستعمل في تقليد الأوراق النقدية، آلة تغليف كهربائية، آلة قطع الأوراق النقدية، إضافة إلى كمية من مادة الزفق الأبيض. بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت ذات الفرقة من توقيف شخص آخر ينحدر من إحدى ولايات الوسط، وبعد تفتيش مسكنه تم العثور على كمية جد معتبرة من مادة الهولوغروم فضي اللون، إضافة إلى آلة طابعة على رقائق الألمنيوم.